الموسيقى في تونس 2019 مشيت أساسا نحو الموسيقى الشبابية. الموسيقى هذه اللي قاعدة تلقى في رواج كبير، اليوتيوب ولا المنصة الأكثر متابعة في تونس عند الناس اللي تلوج على موسيقى تونسية، ولا عنا بارشة موسيقى متنوعة ناجحة في تونس، راب، ريجيتون، أوس. لكن ما بين هذوما الكل مازال فما بلاصة للموسيقى اللي عرفناها وللأصوات التونسية اللي خدمت على الموسيقى الوترية. هي أكثر فنانة تونسية حاربت وسط موجة كبيرة من الموسيقى الغربية وعملت لون وطابع وعملت نجاح، نجاح كان استثنائي، تونسي جزائري مغاربي، شيرين اللاجمي. سليمة هدوء، مرحبا، مبروك شيرين، يبارك فيك. 2019 أحسن غناية وترية، أحسن غناية ماهيش راب، وقت اللي عندك تقريبا العشرين غناية الأولى في تونس راب ريجيتون، أنت تنفرد وحدك. يعيشك هدود، ميرسي بوكو، الحمد لله اللي انت ما نقولش على ربي ما يضيعش تعب. دونك الحمد لله انه حاجه وصلت ونجحت، ميرسي على تقديم المزيد. كيفك؟ حاجه تفرحني وفرحانه بها برشا. علاش اللون تستاهلوا؟ على خاطر الغناء نجاحها كان غير متوقع. نعم، انت قلت والغناء تبارك الله، معناتها اليوم نسب المشاهده تحكي على قداش الغناء هذه مست وقداش نجحت. يقول لك عادة أرقام اليوتيوب هي أرقام افتراضية، أنت تحس أن الأرقام هذه عند الناس، في عينين الناس، في عينين الحفلات وقت اللي تمشي؟ أكيد الحقيقة نحسها على الأخر. واليوتيوب راه أنت تعرف مليحة أنه يوتيوب مثلا ما تنجمش تشري معناتها نسب مشاهدة في يوتيوب كبيرة، ما تنجم لا كبيرة لا صغيرة، ما تنجمش. كان كليكيت ودخلت وتفرجت في الفيديو دونك يتحسب بهذيك الفيو، ما كانش اللي مش كيما انستغرام مثلا ولا فيسبوك نجم تشري لايك وهذوك انا ما نحبهمش. يوتيوب حاجه تاكد لك انه الناس تكليكي قاعده وتشوف معناها في الخدمه نتاعك، ومعناها كي نخدم حفلات والا خصوصا كي مشيت لتزاير في تونس، تونس صغرونا والناس اللي حاجه فيس عم تنتشر وكان تغيب شويه ينساوك. تزاير تصدمت، يعني الناس تعرفني في الشارع وليت ومشيت بامال دو فوا هكا تلافز وكل شيء، معناها فما حاجه تحركت في تزاير والناس يغنيوا معاك. هي صحيح غنيتهم لكن يقولوا لي يا اخي منين جبت هالغنيه؟ نعرفوهم واحنا صغار. شيرين 2019 عامك تقول؟ الحمد لله يا ربي، مازال ما نجمش نقول اني عملت فيه برشا تجارب، اكتسبت فيه خبره اكثر من العوام اللي فاتت، قدمت فيه خطوة مزيانة، لكن ما نهمش كون عامي على خاطر أنا حلمي أكبر برشا من اللي عملته في 2019. يعني دجا حتى بداية 2020 خدمت خدمة مزيانة، دجا هبطت تيزر متاع هاشتاك فور اللي هو فيه أربعة كليبات يهبطوا في أول جانفي معناتها جانفي. باش تهبطهم الأربعة مع بعضهم؟ الأربعة؟ الأربعة فرد وقت؟ برسك فرد وقت. هاشتاك 1 لو برومي، هاشتاك 2 لو 2، هاشتاك 3 4 لو 4 جانفي. الأقرب القلب كان هو هاشتاج قديش؟ كلهم الأقرب 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 القلبي. والله بناتي ما تنجمش تقول لأم تفرق بين صغارها، أنا غنيتي نحسهم كبناتي. باغ كونتخ هيدي جلاس المانجر نتاعي وقال لي سنغورة بالنسبة لي أنا هاشتاج 2 هي اللي حبها هيدي معني. سنغورة سنغورة اسمها هي سنغورة ونعرفهم. بالتوفيق، عايشك هدوء، وما نجمش نخليك تمشي من غير ما نسمعوا حاجة على العام الجديد هكا. شو تسمعنا في هالحصاد؟ إن شاء الله كل عام وشعب تونسي كل بخير وأنتي بخير. أحب نقول لكم كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام قدري ونصيبي مهما في الدنيا يصير. ربي نجحك، ربي يوفقك. 2020 ان شاء الله كله نجاحات بالنسبه لك انت شيرين، يعيشك هدوء، يا وليك ان شاء الله يعيشك. وهذا ترتيب اقوى الاعمال التونسيه.